يصطحبون من نجا من عائلاتهم ويحزمون ما تبقى من أمتعتهم. بصعوبة يشقون طريق النجاة من الموت المحتم دون أن يعلموا إلى أين ستأخذهم أقدارهم. هلا عم يضربون والقصر شغال والعالم نازحة وعم يضرب على السيارات أكثر شيء. ما عم نحب يطلعوا العالم. أنا من الحلب ضرب المخيم وطلعت ونازح على المخيمات وما معي ولا إيجار طريق ولا شيء. التغريبة السورية تختزن معاناة الذين فقدوا وطنهم بحرب فتكت بكل شيء كان لهم. قوافل النازحين تستنطق الوجع السوري وتختزله بنظرة ألم وتحسر على شتات أجبروا عليه. يلتحفون بأمل ضئيل بالعودة إلى بيوتهم التي حولتها الحرب الرعناء إلى أنقاض. حدود موصدة أمامهم، الانتظار أن تفتح قاتل كما هو همجية القصف وعشوائيته. يدفعون بقواهم المنهكة في سبيل البحث عن مأمن من ضجيج الحرب. ومع اتساع رقعة القتال في الشمال السوري واستهداف النظام وروسيا لأكثر من جبهة، تصل أعداد النازحين لنحو 1,000,000. النظام السوري يمنعهم من دخول المناطق التي يسيطر عليها، وهنا حدود تركية مغلقة في وجههم، ما يجعل موجة النزوح الأخيرة من إدلب ومحيطها الحلقة الأكثر مأساوية في عمر الحرب السورية. ضيعتي قبل منها، قبل المعرة ضيعتي انهدت، جيت على المعرة رجع هلأ المعرة هدوها فوق روسنا. في عالم كثير الساعة موجودة جوا ما عم تحسن تطلع، في عالم ما عنده سيارة تطلع، في عالم ما عنده شيء تشيل أغراضه فيه، في عالم ما عنده محل تروح عليه. فلا البيوت بمأمن ولا حتى خيم النزوح. الموت يلاحق السوريين حتى حين يحاولون الهرب منه. عين تبكي أحبة فارقوهم، وأخرى تدمع على وطن لم يعد يملكون فيه سوى ذكرى لا تفارق مخيلتهم. أوضاع إنسانية صعبة بالحقيقة في الشمال السوري وخصوصا في المخيمات. نحاول أن نسلط الضوء على هذه الأوضاع مع ضيفنا الدكتور منذر خليل مدير صحة إدلب. مرحبا بك معنا. إذن أكثر من 1,000,000 نازح، أوضاع معيشية صعبة، انعدام ربما للمستلزمات الطبية وغيره. لو تصف أو تضعنا في صورة الوضع هناك. أهلا وسهلا أخي الكريم، حياكم الله. حقيقة منذ أبريل 2019 وحتى الآن هناك حوالي 1,200,000 نازح جديد من مناطق شمال غرب سوريا، من بينهم 800,000 شخص في آخر 2 شهر و10 أيام، وفي الأيام الأربع الأخيرة فقط كان هناك حوالي 140,000 نازح، أي حوالي 1,500,000 شخص ينزحون في كل ساعة. يعني خلال مدة هذا البرنامج سوف يكون لدينا 1,500,000 نازح جديد لا يجدون مكان يلجؤون إليه. والخيارات الوحيدة حقيقة اليوم الموجودة أمام السوريين هي إما الموت في المناطق التي يسيطر عليها النظام وحلفائه، كما حصل مع المسن في معركة النعمان ذو 60 عاما الذي بقي واعتقد أن عمره وضعفه قد يحميه من هذه الوحوش المفترسة، ولكنهم قاموا بقتله وحرق جثمانه وأخذوا الكثير من الصور والفيديوهات مع علامات النصر فوق جسده، أو النزوح إلى المجهول والموت حقيقة نتيجة أسباب أخرى، كما حصل مع الطفلة إيمان ليلى وهي نازحة أصلا من الغوطة الشرقية وتوفيت منذ أيام نتيجة البرد، حيث حملها والدها لأكثر من 2 ساعة في الصقيع ووصلت إلى المشفى متوفاة. وبالتالي حقيقة اليوم لا يوجد خيارات أمام السوريين سوى إما الموت نتيجة القصف أو نتيجة القتل المباشر، وإما الموت البطيء نتيجة البرد ونتيجة طيب الجوع ونتيجة قلة المياه. كيف يتم التعامل الآن مع موجات النزوح هذه وهذه الأعداد الكبيرة من النازحين؟ نتحدث هنا عن المستلزمات الطبية، عن الحاجيات الغذائية وغيرها. كيف هو الوضع حقيقة هناك الآن؟ سيدي، 49 منشأة طبية تم استهدافها بشكل مباشر منذ أبريل 2019 حتى الآن، والآن نستطيع أن نعلن بعد أن تم استهداف المشفى الأخير في أريحة مشفى الشامي بأن منطقة جنوب إدلب خالية تماما من أي منشأة طبية. 53 منشأة طبية خلال آخر 2 أغلقت أبوابها نتيجة القصف ونتيجة الاستهداف، وبالتالي منطقة جنوب إدلب اليوم منطقة خالية من المنشآت الطبية. الشمال يعاني أصلا من اكتظاظ غير مسبوق للنازحين، حيث
بلغت معدلات الاستيعاب في المخيمات أكثر من 400%، أكثر من 70 منشأة طبية في الشمال السوري تعاني اليوم من نقص في التمويل، من نقص في المعدات الطبية، نقص في الأدوية. هناك كارثة بكل معنى الكلمة، والاستجابة مع الأسف استجابة مؤسسات الأمم المتحدة والمانحين لا تزال ضعيفة جدا، وكل الجهود التي يتم الحديث عنها حقيقة لا تتعدى 5% من احتياجات النازحين بشكل حقيقي. لا يزال هناك مئات آلاف الناس اليوم في الشوارع في هذا البرد القارس بدون خيام، بدون مأوى، بدون طعام، بدون مياه صالحة للشرب. وقد لاحظنا خلال الفترات الماضية ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأمراض المنقولة عبر المياه نتيجة عدم توافر المياه الصالحة للشرب. وعندما نتحدث عن وفيات نتيجة البرد هي أحداث حقيقية، يعني في أكثر من مشفى خلال الفترات الماضية تم تسجيل حالات وفيات نتيجة البرد، حيث أن الأطفال كما تعلمون لا يقدرون على تحمل هذه الظروف القاسية، وبالتالي عندما يبيتون في الشوارع وخاصة خلال الأيام الماضية وصلت درجات الحرارة إلى أقل من ناقص 7 تحت الصفر، فهناك العديد من الوفيات في الأطفال وفي المسنين. وكل الجهود التي تبذل سواء كانت من المنظمات أو المؤسسات المحلية غير قادرة على الاستجابة. والكارثة الكبرى تفضل بإيجاز. والكارثة الكبرى التي يمكن أن تحصل في حال تم استهداف مدينة إدلب، حيث يوجد فيها حتى الآن أكثر من 700,000 نسمة، وبالتالي في حال تم نزوح المدينة نتيجة الاستهداف أو تقدم الجيش فإن الكارثة سوف تكون غير مسبوقة. وكل الدول عاجزة اليوم عن تأمين حماية لنقطة طبية واحدة تقدم خدمة الرعاية الطبية مثلا في جنوب إدلب أو تقدم خدمة لقاحات الأطفال. شكرا جزيلا لك من غازي عنتاب دكتور منذر خليل مدير صحة إدلب. هذا وأعلنت وسائل أعلام تابعة للنظام السوري البدء في إزالة السواتر الترابية على الطريق السريع الدولي بين دمشق وحلب بعد أن تمت السيطرة عليه بالكامل. كما أفاد مراسل العربي في إدلب أن قصفا عنيفا تشنه القوات التركية وفصائل المعارضة على مواقع لقوات النظام في ريف حلب الغربي، فيما تدور اشتباكات في محيط المنطقة في محاولات من فصائل المعارضة للتقدم. تحت غطاء جوي روسي تواصل قوات النظام السوري وحلفاؤها التقدم في ريفي حلب وإدلب على حساب فصائل المعارضة. جديد العمليات العسكرية محاولة قوات الأسد السيطرة على بلدة الشيخ عقيل الاستراتيجية، وبحال نجحت في ذلك فإنها ستطبق الحصار على بلدات حيان وحريتان وعندان بريف حلب الشمالي. وفيما أعلنت الفصائل انسحابها من محور راشدين الشمالية والمنصورة في ريف حلب الغربي، أعلنت قوات النظام السيطرة على قريتي السعدية وعاجل. ومع هذا التطور العسكري تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها على أكثر من 85 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي في غضون أيام. وتلتزم قوات الأسد سياسة القضم التدريجي لقرى وبلدات ريفي إدلب وحلب الغربي بعد أن أحكمت السيطرة على طريق حلب الدولي والمناطق المحيطة به. أما في جنوب إدلب فقد فتحت قوات الأسد جبهة أخرى باتجاه الشيخ دامس. وفي هذه الأثناء تواصل تركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهة إدلب مكتفية بتشييد نقاط مراقبة جديدة على طول خطوط الاشتباك. سياسيا تحرص أنقرة على تجديد إعلان عزمها وقف تقدم قوات النظام السوري في إدلب، فيما تصدر هذا الملف مباحثات هاتفية أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن وفدا تركيا سيتوجه الاثنين إلى روسيا للتباحث في شأن إدلب، وحتى يصل الساسة إلى اتفاق آخر يواصل آلاف المدنيين السوريين رحلة الهروب من الموت إلى موت آخر في عراء الطبيعة وموجة صقيع لا ترحم. الآن إلى فقرة وسائل التواصل مع مايا عوضة. اهتمام المغردين خصوصا مع تدني درجات الحرارة التي زادت من معاناة الفارين من القصف.
المغردون تداولوا صورا ترصد معاناة النازحين، خصوصا في ظل تعثر الجهود السياسية لحل أزمتهم. ومن ردود الفعل على وسائل التواصل هذه التغريدة: وضع المهجرين بالخيم أقصى من أن يتخيله العقل. أما هذه التغريدة فتصف الوضع بالجحيم، لا صوت يعلو على صوت ذوي الانفجارات، وطبعا الدول تعاملنا كسلعة تباع وتشترى، ولا شيء يعلو على مصالح الدول الإقليمية المتقاتلة على الأرض. أما محمد فيعتبر أن دخول الأرتال العسكرية التركية أمام المهجرين يبعث بداخلهم الأمل بعودتهم إلى ديارهم. الناشطون أيضا رصدوا عبر تغريداتهم وضع الناس أثناء رحلة النزوح. نيفين قالت: بلاقي سيارات نزوح على أطراف الشوارع، الأولاد لابسين تياب أرق بكتير من تيابي، أنا يلي طبقات من التياب والبرد مجمدني، باين عليهم السقيع وباين على أهلهم قلة الحيلة. أما صاحبة هذا الحساب فتقول: كان في سيارة شحن محملة عفش بيت وفوق تلة الغراض في أم وأطفالها، كانوا متخبيين بحرام وأمهم عم تضمهم لتدفيهم، ساعة كاملة لمشيت أرتال السيارات وهني على هالحال. نهاية هذه الفقرة، عودة إليك جمال. شكرا لك مايا.